تصرف كهرباء وهن يتغزلوا. وانت شو بدك يا مدمزيل؟ لازم اللي بيصرف على المشروع هو يستغله. مش عم بفهم. رح فهمي.
هالبلدية عم تصرف بالضوء كهرباء، لازم هي تغازل أو حدا من قبلها، رئيس البلدية، الشاويش. أنت لهون بدك توصل؟ إيه ليش لا؟ كل من سار على الدرب وصل. يا أفندي خلينا صعب. اسكتوا يا! عامل مخالفة قد راسك بقدر هلا أخذك على الحبس. ليش رح خليك تاخده؟ إذا مش رح تخليني شي تاني. بس هو لطش القنديل من مطرحه وحطه بمطرح استراتيجي على البوغاز، كيف ما مرقت الحلوة تعلق عنده. بسيطة، روح على شارع تاني خد قنديل من البلدية واعمل مثله. ليش بعد في بهالبلدية غير هالقنديل وهالشويش؟ والشويش بده يطبق النظام مفهوم، ومش قادر اللي علينا. معك حق، كل الناس مسلحة. فيك تفرقنا؟ بدنا نرقص ونغني. ها؟ مش عاجبك؟ يا بتغني يا بتفل. أنا رجل النظام، غني وبالشارع وتحت ضو البلدية، إذا أنا قبلت أنت ما بتقبل. فإذا فل. عندي حل تالت. شو هو؟ وتزعل ليالي مغيره